هل اللاعبين والإداريين والمدرب مستشعرين هذا الموضوع؟ حاسين بخطورة الموضوع؟ ترى مباراة النصر بالنسبة للأهلي هي المنعطف الأهم. هذا يعني أكيد. أشوف، خلينا نكون صريحين بوجود الفترة الهالي ليس لها علاقة إلا باللاعبين فقط، لا تقول إدارة، لا تقول جمهور، لا تقول أي شيء ثاني. اللاعب يجب أن يشعر بقيمة الفلينة وقيمة الكيان اللي يلعب فيه. فإذا كان اللاعب هذه يحتاج لها لعيبة يكونوا على قلب واحد وينزلوا هذه المباريات للمقاتلة والمحاربة كمكازي منتحرين انه يردوا سمعة النادي الاهلي وحاولوا يضعوا النادي الاهلي مع الكبار، لانه اذا اي تخاذل. المباراة الاخيرة ما كان عندهم سوء طالع، الفريق ضيع اهداف كانت كثيرة محققة، كان حارس أبها في قمة مستواه، قدم مباراة كبيرة وصد أكثر من فرص محققة، يعني أكثر من 4-5 فرص كانت محققة في انفرادات أكثر ما كانت، لكن ما كان سوء طالع. أنا خلي سمو سؤال، ولكن اللاعب الآن لاعب الأهلاوي إذا ما في رد قيمة هذا الكيان في هذه الثلاث المباريات لا يستحق أن يلبس شعار النادي الأهلي. ما في حل. لا تقول لي إداري، لا تقول لي جمهور حضور، لا لا لا. أولا الحضور حيكون المباراتين المهمة حتكون في الرياض، يعني حتى العدد اللي هيحضر هنا ما هو العدد اللي هيحضر في جدة. المباراة الوحيدة اللي في جدة ضد الراعي، وهذا أقدر تقول يعني ممكن تديها إلى 60-70% الأهلي إمكانياته ممكن يفوز في هذه المباراة. لكن الحسابات اللي تحتاج شغل وتحتاج التفاف وتحتاج الوقفة كاملة من الإدارة واللاعبين والإجهاز الفني والإداري هي مباراتين اللي حتكون في الرياض، لأن هي هذه تحدد مصير الفريق للموسم القادم.